هناك بعض الناس إذا أمرتم ونهلتم قال أحدهم أنا حر، ما لك دخل ولا أنت داخل معي الفرقة. نرجو توضيح ذلك وحدود التربية المسموح بها على ضوء قوله تعالى لإبراهيم الحكيم. وكذلك بعض الناس إذا أمرتم أو نهيتم عن منكر كبعض وسائل الإعلام وغيرها قال لو في شيء ما زادته الدولة إلا هذا غلط. قول أنا حر هذا غلط، هذه في طالية هذا حر في فصل أو ما أوجب الله وفعل ما حرم الله، حر في التصرف من هذا وضيقه وجراه إذا كان رشيدا وحر في هذه الأمور. أما في وقوم معاصي الله وفي فصل ما أوجب الله ليس بحر، بل يجب أن يتقن بالدين ويلتزم بالدين وألا يخالف ما شرعه الله وعلى إخوانه يشار عليه إذا تعدى الحدود تعدى فترك الواجبات أو بعض الواجبات أو ركب بعض المحرمات ليس بحقه، فيجب أن يشار عليه ويجب أن يتقيد بشرع الله. يقول الله سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول في المعاصي تلك حدود الله فلا تقربوها. المؤمن مأمور والمسلم مأمور بأن يلزم الحدود ولا يتجاوز الحدود ويتقيد بشرع الله ويتباعد عن محارم الله. أما قول أن حرم كما إذا قبر هذا غلط، من فائدة الشيطان يوجه الشيطان أن كل واحد يقول هذا حتى لا يقبل من أخيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول بعض الناس لو كان هذا منكر لما دخل البلاد أو لما خرج الدولة هذا غلط، ليس الدولة معصومة، قد يقع منها ما يقع من غيرها من الخطأ والجلل، قد يدخل الشيخ في حق عليها وقد يجد بين الناس ما ينصح به الدولة. المقصود انها ليست الدوله، اي دوله ميزان؟ الميزان قال الله ورسوله، قال هو الله ورسوله، قال هو الله ورسوله. الدوله قد تخطي وقد تغلط وقد تعصي، ليست معصومه وليست حجه في حكم ما حرم الله ولا في اسقاط ما اوجب الله. هذا ما يقوله الا جاهل لا يعرف الشرع. الشرع قال الله قال رسوله، وهو قال الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه.